في تونس تعودنا أولينا نشوفوا برشا أنه المشاهير يعرسوا بعد فترة وجيزة يطلقوا شفنا برشا أمثلة اليوم نحكيه على إيمان الشريف وزوجها رجل الأعمال المصري اللي شفنا العرس الناس الكل وقصة الحب شفناه معاها في برامج إذاعية في برامج تلفزية وغيره واحتفلت من بعد بولادة ابنها ناصر وغيره لكن من بعد فجأة هو اللي أعلن أنه انفصل على زوجته إيمان شريف لتخرج هي من بعد وكذبته مع هدية زعيم في برنامج فكرة من الفهري على قناة الحوار التونسي وقالت مش هو اللي طلق وإنما هي اللي طلقته أو طلبت الطلاق الكلام هذا ما عجبش محمد الصبور زوجها أو طليقها فقرر أنه يرد عليها بطريقته هو الخاصة وين نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي راجت بشكل كبير هو ودمية دمية هذه لابسة نفس اللي بيس اللي ظهرت فيها إيمان الشريف وقتها في مهرجان الجونة في مصر واللي وقتها خلف جدل كبير برشا خاطر أثارت سخرية معناها كبيرة كيفاش لابسة الروبة هذيك بالطريقة اللي تشوفوا فيها والروبة هذيك والضجة اللي صارت خليت محمد آل صبور يتعرف على إيمان الشريف في المهرجان ووقتها إيمان الشريف صار اللي روبا هذيك سبب الزواج نتاعها وتعرفت عليه ويعيشوا في قصة حب وغيره ولكن للأسف جديد هو زيد راو حتى النهايات أخلاق وحتى كيف ينفصلوا معهم فمش عليش أصلا الشعب التونسي ونشوفوا في لي في لي والتعليقات الكلهم مش عجبهم تصرفات محمد آل صبور اللي نورمال مو دخلوا بالمعروف يخرجوا بالمعروف ويتفرقوا بالمعروف ما فهمش عليش بشي يتهكم عليها ويسخر منها بالطريقة هذه شنو رأيكم في الموضوع ما تنسي تنسوا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الفيديو القادم